زي الساعات الخشب، الساعات الخشبية. في ناس كتيرة لو بيحضروا معانا الكورسات أي من المحاضرين الموجودين يعني بنقول الساعات الخشبية مرفوضة. تمام. طب أنت عارف حضرتك إن هي مذكورة في الأوشة وليها ستاندرز وليها مواصفات مكتوبة في الأوشة، طب أنتوا ليه بترفضوها من علينا؟ طب الساعات الخشبية دي، لأن حضرتك لو حبيت تطبقها مش هتعرف تطبق اللي موجود في الأوشة. حضرتك الناس اللي بنشوفها في الشوارع دي بيعمل لك بيربطوا لك بحبال ومش عارف ايه ويربط العروق مع بعضها، الكلام ده طبعا كلام مش مقبول في الاوشه وليها ستاندرز معين وليها حاجات معينه تتعمل، فحضرتك مش هتعرف تعملها ولا هتعرف تطبقها وهتبقى اي كلام. فخلاص يا جماعه انسى الساعات الخشبيه، نشيلها خالص من فكرنا. وفي ساعات تانية على فكرة موجودة في الستاندرز الأمريكي احنا ما بنجيبش عنها كثيرة، زي مثلا اللادر بيم، سوري البيم لادر، سكافولد، كاميرا كده بتحط عليها سلمين، فالحاجات دي مش مطبقة عندنا فعشان كده ما بنعملهاش. طيب